السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي في الله، مرحبا بكم مع أمني براس. اليوم إن شاء الله جبت لكم رسمة جديدة، خدمة جديدة، وورقة رايحين نديروا هذاك الشكل الجديد نتاع الورقة، ومازلنا التعمار بالحجر الحر. اللي راه يتزور فيا أول مرة على القناة ما تنساش حبيبتي الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس وضغط اللايك باش يوصلك كل جديد. نصلوا على رسول الله ونبداو في درسنا لليوم. هذه هي الرسمة، راني رسمتها، ممكن تبان لكم شوية كنت الحالة شوية ظلمة. المهم شوفوا كيفاش رسمتها، تقدروا ديروا كابتشور وترسموا عليها. هنا راني خدمت الجزء العلوي، كما راكم تشوفوا هذاك الغصن الطويل رانا خدمناه من قبل، راح نديروا هذا الغصن الملتوي. الغصن الملتوي ايضا خدمناه من قبل، لكن رايح نعاودوا معاكم باش يزيد يبان لكم احسن. كما راكم تشوفوا هنا راني ندخل 4 الى 5 عقيقات، انتم تحبوا ديروا 4 تحبوا ديروا 5 كما حبيتوا. ديما قلت لكم لما يكون الخط مستقيم تبعوا في الخط، حتى كنوا عاوج شوي ابقوا تبعوا في الخط عادي، لكن لما يعدوا عندكم التواء كبير رايحين نخرجوا بمليمتر على الخط وندخلوا بمليمتر على الخط. اللي شافوا الدرس اللي فات اكيد رايحين يفهموني واش راني نقول، واللي ما شافتش الدرس تبعوا معايا الفيديو رايحين تفهموا واش راني نقول. اللي راهي زارتنا اول مره على القناه مرحبا بك، ما تنسيش حبيبتي ديري لايك بليز يا جماعه، ديروا لايك باش يوصلكم كل جديد. نكملوا هكا بهذه الطريقه، شوفوا هنا راهي بدات يجيني الميلان، نبقى نخرج شويه وندخل شويه. شوفوا الابره، نخرج شويه على هذاك الخط اللي بقى المرصاص وندخل شويه منه، ندخل ونخرج بشويه بشويه هكا ونكمل. شوفوا هكذا ندخل شويه نخرج شويه حتى نكمل نعمر تاعي كامل. شفتوا كيفاش؟ شوفوا هنا راني نسيت برك ما كسلتش العقيقه، راهي جاتني شويه غونفلي. ندخل شويه، شوفوا شفتوا وين درت الابره، وشوفوا وين راني راح نخرجها هاك. هذا واش نقصد، ندخل شويه ونخرج شويه في الالتواءات باش يجيكم الالتواء تاعكم مسقم وناعم وما يجيكمش مدرج ياسر. هذا هكا بالنسبه للالتواء، نكملوه كامل بهذه الطريقه. وما تنسوش الالغاز اللي رانا نديرو فيهم، اللي قلت لكم راح نحط لكم مع كل فيديو لغز. اللغز نتاع اليوم واش يقول؟ يقول دبنا صغير هاز فوق ظهره حصير يمشي من هنا لمغير. دبنا صغير هاز فوق ظهره حصير يمشي من هنا لمغير. واش هو الجواب يا ترى مع اللغز نتاع الفيديو اللي فات واللغز اللي رايحين نديروه ان شاء الله يوم الخميس؟ اجمعهم كامل واعطوني الاجابات يوم الجمعه، بعثوهم لي في صفحتي تاع الفيسبوك امني براس للابداع والديكور، وان شاء الله راح تكون هديه كل اسبوع للفائزه بالاجوبه. بعدين بالنسبه للورقه كما راكم تشوفوا جبت هذه الحجره، هذه يعني بلا ماهيش غونفلي، تحبوا ديروا من الدمعات الغونفلي عادي، جيبوا حجره نتاع الدمعه. مش انا هذوك الاوراق رسمتهم برك باش نبين باللي راهي هنايا تجيكم واش اسمها ورقه. تحبوا ما ترسموهمش عادي، ديروا برك علامه، مش راح يعني ندير فيهم. بعدين راح ندخل 3 عقيقات من الفوق هكا من الوسط، ومن بعد نعاود نهبط بعقيقه وندخل 3 عقيقات ونحط وحده هكا، نزيد نهبط بعقيقه من الفوق وندخل 3 عقيقات 3 حبات ونهبط بوحده هكذا بهذه الطريقه. نكملوا كما تشوفوا 3 عقيقات ونهبط 3 عقيقات ونهبط هكذا كل مره 3 عقيقات ونهبط حتى نوصل لتحت، نبقى ندير حتى تقريبا نغلف الدمعه نتاعي كامل بهذه الطريقه. نديروا الجهه اليمنى من بعد نعاودوا نروحوا الجهه اليسرى. اللي راه تزور فينا اول مره على القناه مرحبا بك يا جماعه، بليز ديروا لايك باش يوصل اكبر عدد من المشاهدين والمهتمين بهذا المجال. هذه دوره مجانيه في البرلاج، نورمالمون رانا تعلمنا الاساسيات
بقاو لنا حوايج ومفاجآت ان شاء الله نزلنا نتعلموهم الاسبوع المقبل، باش تعود عندكم علم بهاد المهنه من كل الجوانب. يعني تقدروا دركا كي تشوفوا قندوره ولا حاجه ولا رشمه ما ترهبوش منها، وتقدروا تخدموها بكل سهوله. بعد ما كملنا الورقه كما راكم تشوفوا غلفناها كامل من كل الجوانب، رايحين نروحوا للورده. الورده هنايا نثبتوا حجره دائريه هذه من الاستراس، من بعدين راح نجيبوا نروحوا للجناب من الجهه الفوقانيه ولا اليمنى كما تحبوا نتوما هذيك، وندخلوا 4 جيجات في الاصفر، ومن بعدين نثبتوهم. انا كتشوفوا فيا تقريبا ندير كلش نفذه واحده، نتوما ماذا بيكم كي تعود عندكم قندوره ولا حاجه حاولوا انكم تثبتوا مليح، يعني ديروا نفذه وزيدوا عاودوا. بعدين واش راح ندير؟ راح ندير هنايا واحده حجره هكا، كسلوها باش تبان لكم في وين رايحين تثبتوا هكا، وحده 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 لؤلؤه وحده صفراء، حاولوا انكم تناسقوا بين الالوان. ثاني اذا درتوها هاد الرشمه في الذهبي تجي ما شاء الله. انا برك حبيت نبدل الالوان، تجي هذه في قندوره تقدروا ديروها في ستر ولا تقدروها ديروها من الفوق للتحت، يعني تجي رائعه رائعه جدا. هكا نكملوا هكا بهاد الطريقه حتى نغلقوا الورده، نكملوا الورده نتاعنا. تقريبا هاد الورده تهز هنايا 4. تقدروا لما تكبروا الرشمه تقدر هذا الورده تاعكم يجي فيها 5 إلى 6، يعني على حساب الرسمه اللي درتوها نتوما كبيره ولا صغيره. هكا بهذه الطريقه. وباش نملي الفراغات وتولي حاجتنا احلى واحلى، نديروا هنايا هذا اللؤلؤ الابيض. نتوما ديروا واش حبيتوا، يعني ديروا لؤلؤ ديروا حجر ديروا، المهم ان نعطيكم هذه الرشمات باش ايدكم تمشي في الخدمه وتولوا تعرفوا اي حاجه كيفاش. كما قلت لكم انا راني تقريبا ندير غير مره واحده، نتوما كي تحبوا ديروا قندوره ماذا بكم تثبتوا مليح، ولا على واحد يجي نتفلك حاجه الطفل يجبد تكون الخدمه متقونه هكا بهذه الطريقه. طريقه سهله وبسيطه. بعدين نروح لهذوك الاوراق الثلاثه اللي راكم تشوفوا فيهم ولا هذوك البراعم الثلاثه، نديروا الابران نخرجوها من هذه البلاصه وندخلوا كما في كما درنا في الورده هكا بهذه الطريقه. نديرو هكا بهاد الطريقة، نكملو الأخيرة. يعني كيما نقولكم قد ما نهضر لكم تبقى الفيديو أبلغ وأبلغ، والصورة هي راح تبين لكم أحسن وأحسن هكا. ونثبت ديما ديما كسلوا العقيق نتاعكم باش تجيكم الخدمة تاعكم فيني ومريقلة. وهكا نكونو كملنا الرشمة تاعنا لليوم. شوفوا كيفاش راهي جات ما شاء الله، كيديروا ايضا في الوان اخرى تخرج رائعة رائعة. ان شاء الله تجربوها وتحطوا لي في القناة. دمتم في رعاية الله، سلام.